ديسمبر الأعياد ببلا طول سيرة، كتب، موزة وأبراج، حلقات خاصة مع زفان طيلة شهر كانون الأول. هيدا الأسبوع عنوان الحلقة هو الكتب. بمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية ومعرض الكتاب السنوي، زفان بيختار 4 إصدارات جديدة ببيروت. بلا طول سيرة مع زفان. مشاهدينا مساء الخير. الأسبوع الماضي اختتمنا سلسلة مؤثرون، وهالأسبوع مندخل أجواء العيد ونهاية السنة بأربع حلقات بعنوان ديسمبر العيد، كتب وبوظة وأبراج. البداية بالكتب، بما أنه كان أسبوع ثقافي حافل ببيروت بين تدشين المكتبة الوطنية الثلاثة وافتتاح معرض الكتاب الخميس. امبارح كان افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته الـ 62 بمركز سيسايد أرينا وسط بيروت. المعرض بيستمر حتى 17 كانون الأول بمشاركة أكثر من 170 دار نشر لبنانية و80 دار نشر عربية وأجنبية. عدد حفلات التوقيع السنة حوالي 155، والعدد ممكن يزيد بالأيام الجاية بحسب إدارة المعرض. دار الفرابي أكثر دار نشيط السنة بحفلات التوقيع برقم قياسي، هو 32 حفل ل 32 كتاب. الليلة، بما أنه كل سنة منواكب معرض الكتاب، اخترنا 4 كتب لفتت نظرنا وضيوفي على التوالي وفاء أبو شقرة حول كتابها عندما تتكلم المصادر الصحفيون ومصادر معلوماتهم، جمانة حداد بنت الخياطة، وجورج دوراليان البحث عن المعنى، قراءات في الرواية اللبنانية. ومن العراق عندنا كتاب لنزار عبد الستار والرواية بعنوان ترتر، وترتر يعني مثل الخرز البايات. 4 كتب و4 ضيوف، ومع كل ضيف ربع ساعة. قبل يومين من افتتاح معرض الكتاب جرت 3 تدشين المكتبة الوطنية بالصنايع، وهيك صرنا نحن والمكتبة الوطنية جيران. المكتبة الوطنية تاريخيا كان مقرها بساحة النجمة بوسط بيروت. الحرب قضت على المبنى ومعظم الكتب. خلال السنوات 25 الماضي كان هنالك عمل جبار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محفوظات المكتبة، اللي جرى جمعها من بين الأنقاض وعولجت على مدى سنوات من خلال هبات دولية بالتزامن مع خطط لإعادة إحياء مشروع المكتبة الوطنية وتأمين مبنى لها. اليوم وأخيرا هالحلم صار حقيقة، على أمل أن الحقيقة تكون بمستوى الحلم. جولة بمبنى المكتبة الوطنية الجديد بالصنايع مقابل الحديقة مع المديرة التنفيذية السيدة جلنار عطوي. وهيدا حلم، مش حلم بقى حلم، لانه في ناس كتير تعبت ليوصلوا هيدا النهار. هيدا ما كان يعني نتيجة عمل شخص واحد، هو نتيجة عمل ناس تعاقبوا على هيدا الموضوع، ناس مؤسسات، رؤساء حكومات، وزراء ثقافة، مع الهبة القطرية اللي كانت عم بتكفي ترميم وتوسعة هيدا المبنى.
نحن انتهينا من النقل وصرنا فعليا موجودين بهذا المكان، وصار لهالمكان مجلس إدارة أكيد محتاج للتفعيل، وأكيد كله له علاقة بتشكيل الحكومة لأنه هذه مراسيم ستصدر عن الحكومة. إذا نحتاج وقت لنكون أكثر فاعلين نتيجة هيدا الإش، بس هيدا الشيء ما منعنا أنه ندشن المبنى ونفتتحه لنصير جاهزين لاستقبال كل الجمهور، ورح يكون عندهم وصول على مجموعات المكتبة اللي هي رح تكون هي الاشتراك لكل الناس متاح لكل الشرائح العمرية. ممكن نستقبل ندوات، ممكن نستقبل مؤتمرات، ورش عمل في كتير قاعات وأماكن معدة بالمبنى لاستقبال كل أنواع النشاطات. الدخول من الباب الأساسي في استعلامات بتوجهن على ما يسمى مكتب أو دائرة خدمات القراء، فوت بيقول أنه أنا أريد الاشتراك في المكتبة الوطنية، بنعمل له بطاقة اشتراك بأكيد شي رمزي بعد ما قلنا قد يمكن يكون 1000 ليرة مثلا عم نحكي، بياخد بطاقة وبيصير هو وقت اللي بده ضمن الدوامات المحددة أكيد بالمكتبة بيجي بيرتاد بفوت على القاعة الكبيرة. نحن عم نخلق مؤسسة عامة اسمها المكتبة الوطنية، مش عم نخلق مكتبة عادية مثل ما بيخلقوها مكتبة عامة، عم نخلق مؤسسة تحتاج إلى كل مقوماتها، لكن كل النوايا موجودة طالما وصلنا لهون بقى الطريق صار معبد قدامنا إن شاء الله. مكتبة وطنية ومعرض كتاب بذات الأسبوع اللي كان في خوف إنه الفتنة تضرب لبنان، هذا هو البلد شو فينا نعمل. تحت عنوان من أجل مكتبة وطنية حقا أبوابها مفتوحة للجميع، وقع عدد من المثقفين والكتاب والناشرين رسالة مفتوحة إلى المعنيين بشأن المكتبة الوطنية، يتحدثوا فيها عن سياسات خاطئة تجرد المكتبة من روحها ومهمتها الوطنية، وتخوفت الرسالة من عدم صدور مرسوم بمجلس إدارة المكتبة ومجلسها العلمي، وانتقدت تسمية أعضاء المجلس على أساس طائفي وسياسي. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسان عكرة رد، فاعتبر بأن المجلس المعين أعاد خطة شاملة للنهوض بالمكتبة الوطنية استنادا إلى أحدث المفاهيم العالمية، وتحدث عن قرب التوقيع على اتفاقية تعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية للاستفادة من خبراتها، واعتبر أن المكتبة التصويب عليها الباكر منه إلا تجني وطلب بإعطاء فرصة العمل، وأكد أن المكتبة لن تقفل أبوابها. هيدي المكتبة وهيدا السجال اللي رافق الافتتاح الكبير والمنتظر من أكثر من 25 سنة. بما أنه مبلشين ديسمبر العيد بالكتب، بقترح عليكم السنة تهدوا كتب لأصحابكم، وإذا لا عنا أفكار لهدايا من بقايا جينزاتكم. مشينا بعد الاستراحة.